عبد العزيز السيد. انا النهارده بقول لعبد العزيز السيد ما تزعلش مني النهارده يا عبد العزيز، ولكن مش ليك الكلام لوحدك ولكن لكل حكام مصر. من غير ما اقول النهارده عبد العزيز تبقى انت بتقع في التمركز والتحرك الخاطئ 5 مرات. صح، اكتر من مره. مزبوط. في ملعب مساحات واسعه، النتيجه مريحه، النادي الاهلي مريح الدنيا، ما عندكش مشكله. يعني انت متوتر ليه ودايما في مسار اللعب، في مسار اللعب حتى ما عندكش القدره زي انك انت كابتن علاء تخرج من مسار اللعب. كان كابتن احمد بيلي النهارده بيتكلم على مكسوني وبيتكلموا على ان هو قطع زي عنده حس وراح في المكان ده تحرك. النهارده بنتكلم على الحكم النهارده مش عبيز بس، هنشوف خلال الحالات. لا عندنا مشكله النهارده يا عبد العزيز، يعني انت حكم كبير بذل مجهود كبير جدا جدا. كابتن احمد كابتن علاء جري كتير جدا جدا جدا، ولكن التحكيم مش جري بس. يعني لو التحكيم جري هجيب واحد من العاب القوه هقول له تعالى حكم. النهارده التحكيم الحديث، ازاي الحكم النهارده يبقى عنده القراءه، ازاي يتوقع، ازاي يبقى عنده حس التحكيم، انت فين بس من الحالات التحكيميه.